كحرنو بدعس 24 تي في. رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت أو بشر لبعض أي تهيشن يتمن سنة كلبكن يلبعتن يصدح وحأوبان كده جمهورية الصومال لانصو صاري وريكته وكم ممنوع أيو أبليكيشن كا أما خمار كلو يقانو وان إكسبيت كاس أو أه خمار كي هو دللا دللو تيجي شري العقد اللي دين شري إلا كله هلي شري إلا ورد شري بختي أنا سيبك كي أو أبليكيشن لقى دقي أو موبايل هذا نليره دللو سوق لي ويان شرعية أنو كل قرن الصومال لانهان يحررك عقاب تأدلك ويلا ويحرات المينيا قضب بضع شن بقول إيه شن إيه كنتن إيه شن بقول إيه كنتن إيه لح إيه شن بقول إيه كنتن إيه صدح يحررك عقاب تجود وح وكشيء جيا إن أي تهاي في الدمبيات له عقاب دير إيه جناح لبضبة عيد كستو الله وقبته أما وعيدا كبليس كوقبته إيه جو كوجود كيره برنامجك أما أبليكيشي كا ون إكس بيت وحلقة قادي دونا طلاب شرعي أو كهبون وحل الهر جين دونا هيضها شرعية سلو حكم سيدا درادد وحن برشاد الرير سومالي لان ولي بردن ليردي دا وقد ديجينا إن استعمالان برنامج كاس أو لغا حاران تنميي إن لغا استعمالو قدها سومالي لان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحيم الصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وحن مانتا هلكن بشدة رير سومالي لان لو داقنا ورصحافظات كسو بحي بانك دحي جمهوريه سومالي لان وكو سابسان ممنوعيدة برنامج كا وان اكس بيت وروتي برنامج خمار وهابك اونلاين كا بريهن بوغ السعودي ودن كينا لانا ميدا برنامجيادي هوري سيدا غير شرعيغا دادك العقد اللوغا غادان ايي انو بحيناي تشيف اوچاق سيدا انو كسونا هاي مدوين كي ودن بيي وحا ودن كينا كسعودي برنامجكا وان اقسبت او رنتي برشادا ريرسو مالي لان قيبه دا كالدوان لغاقا ورورسان ايي لعق يدا او ابليكيشن اونلاين لعقتا لغو روسان ايي برنامج كاني قيبها كالدوين اي بلشادة اردن ليرادو بادان تهي ايه غان عصتا دا يريار هوايانكا ايا امي كمودو دور بلودا با اي كوب باهايسي سادر تيد بانك دحيش مريد سومالي لان تراسادو امي كمودو برنامج كان كو وداي ارنتي إن حب دما استيران لغا هلو برنامج كاني وحو يهي إيو قاب كيسا إيو برشادو سيدا يقول فلنقل إيسابا وحا رنتي نوع داتاي أو نوغا صوب بحاي برنامج كاني إنو يهي برنامج خبار خمار سيدو كو يهي وحو كو يهي هرطو داد كان آن لغران هين العقتا كاور رسانا يا برشادا قيبه هيدا كالدوان وحا وي داد كا وحي وشيغيان إن برنامج كان معاش لقيه ليه مركار هنتي والا قلطة يا معاش كان ده السفاها اللي قوها لوين ونقالنا ووحوي شركات مالقاشي وقفوا في أيديك هليه لعقتوا بحين ايوه انباها يرات انباها بدناته إن وحلو صار ايوه دلسارو كي هليه وينو اقنا هاي مالقاشي وحن باس سمين كارا شركاتو ليسان كهيستا هيدها كوشا قادة لقرانكا لنا قرانيو لنا عمركا مالية ديد وحن نوصو بحضاي إنا يهين قلتوغا ورنتي دونا يبرشادة العكتية دا إنا غير قاب غير شرعي أي كوحادا مركا دراسة دا وحا كلاو نوغسو بحضاي أنا ورنتي لكاشن إنا وسارد دين تي إياه وقافتا حق الشرعي عادة إسلام كا ودين تي نحنيف كا markii awqaafta wasaaradda laftigeedu ay ku sameysay daraasad barnaamijkan xogo badan aanu la wadaagnay waxa wasaaraddu fadwa ay soo saartay ay noogu cadeeyeen in barnaamijkan yahay barnaamij khamar khamarkana sidii inoo ogsoonahay diinteena waa ku xaraan sida darteed ay ka codsadeen
fadwadii amba warqadii uu wasiirku noo soo qoray in dalka banka dhexe ka joojiyo sida daraadeed banka dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ku wargelinaynaa dhammaan bulshada reer Soomaaliland iyo hay'adaha maaliyadeed ee dalkeena hay'adaha kala duwan ee dawladda ay khusayso iyo hay'adaha nabadgelyadaba in barnaamijka One Expect dabcan magacaaba ku tusaya barnaamijkan inuu yahay barnaamij khamaar ah oo adduunka dhan ka jira inuu mamnuuc ka yahay jamhuuriyadda Soomaaliland laga bilaabo taariikhda maanta oo bisha labaad ay 15 tahay 2023 in talaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cid kasta oo lagu arko barnaamijkan laga bilaabo maanta siwadkiisa haday tahay kuwii lacagta urursanayay ee ku shaqeysanayay iyo haday tahay cidda u gudbinaysa ee lacagtooda meesha qeyr sharciga ku bixinaya sidaas aan ku wargelinayna dhammaan bulshada iyo hay'adaha quseeso aad iyo aadna u mahadsantihiin وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على من لا نبي بعد سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن أبوهرين بشوين تهريسو مالان إن الدعوانسا وحنيدك السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن هلطة وحنوف تهاجن هاي أن كسوا قيب قالني أن يقوم تليا dhammaan heedaha maaliyadda private sectorka ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu hiil iyo hooba ku dhinac taaganahay heedena weyn ee central banka oo maanta soo saartay war saxaafadeed la xiriira khamaarka loo yaqaano One Expect oo application cusub oo nidaam la soo casriyeeyay ah laakiin magaciisu noqonayo khamaar khamaarna waynu ogsoonahay diintu waxay ka qabto oo wasiirkii diinta iyo waqaftu uu sharxay fadwa laga soo bixiyay gudoomiyihii bangiga dhexe uu noo sharxay haddii nahay bulshadii reer Soomaaliland barnaamijkaas waa la inooga digayaa waxana la inoo sheegay inuu yahay khamaar iyo khiyaamo loo soo maleegay bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland in lacagteeda lagu ursado dadka lacagta urursanaya xogahan u haynaa jamhuuriyadda Soomaaliland way ka baxsan yihiin wadannada deriska iyo wadanno kale ay joogaan marka waxaan uga digaynaa dhalinyarta haweenka iyo guud ahaanba bulshooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland inay dabinka ku dhacaan waxaanu ugu dambeyn hadaan nahay heedihi maaliyadda aanu leenahay xoolihiina aad noo dhiibateen gacan ammaan ay ku jirtaa marka khiyaamo noocan oo kala la soo maleego ee casri application iyo nidaam noocaas la soo dhexmariyana waxaanu markastaba heedaha maaliyadda dhinac taaganahay central bank uu heegayo in la qabto oo xoolihiina la xifto idinkana waxaanu idinka rajaynaynaa inaad xoolihiina ilaashataan nidaamka la idin soo maleegayna aad ka taxadirtaan diiniyana waa laynoo sheegay xoolihiinana waa lagu dhacayaa intaas ayaan rabay inaan jamhuuriyadda Soomaaliland bulshooyinka ku dhaqan aan la wadaagno in maanta la mamnuucay application-ka loo yaqaan One Expect oo ah nidaam casri ah oo khamaara wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh rabbil caalamiin sallallahu wasalam calaa nabiyina muxammad wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin amaa bacdu ilaahay baa mahadna subxaanah wa tacaala maanta waxaanu ku faraxsannahay war saxaafadeedkan uu qabtay banka dhexe isaga oo ka soo saaray applicationka loo yaqaano One Expect ee dad badana maanta ay isticmaalaan oo waddankeena hadda ku faafayo dhalinyaradu ay aad iyo aad u isticmaasho oo ah barnaamij dhaqaale lagu ururiyo oo dadkii loo hadoodilayo in macaash ay helayaan masiirkiisuna uu yahay in la doonayo in lagu dhaco maanta mar haddii ay mamnuuceen horena aan uga codsannay hadaan nahay wasaaradda diinta iyo waqaafta iyada oo ay culimada waaxda fatwadu ee wasaaradda diinta iyo waqaaftu ay ka soo saartay fatwo ku saabsan in application-kaasi uu yahay
ابلكيشن قمار اه وشريعه كو حاران اه قمار كون نوعيدي سكل الدوان وحاران ها هادو كان يا يعني نصيبك اللي يرادو اما بختي نصيبك ها هادو كان عيارها لغو ساداليو ها هادو نوعيدي سكالي كمار تمرر كاركود تلفزيونات اي سود دايان تلفزيونات دا قار اي دادكا حق اسكارسين توكا لكو استعمالان مركا كان ما دام او يهمد تابان يا رما دقاله بان كون او مسؤولية دالي يهي وحن مانت هالكا رغم هادق انا ان ابلكيشن كاس كوعد قماركا اي ممنوعان النقونا كوزارة دهان هوري ايان فتوى غصو صار نيواني كم هاد سيهين وحن نو قد دينا امان تدكا غير سومالي لان ان اي اسكايلا ليان حولوه دا ان لغو دعو ان ارين قمارة او خياما او نقو ريسا تي الهي او حرمي سبحانه وتعالى الهينا سبحانه وتعالى وحيري ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل حولهنا باطل اكو كلا عنوننا وحي الهي انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون هاي دا سوحي نوشك تي الهي حارت ميسرك ميسرك هو خمارك خماركنا نعيد سؤالا وي حتى واحد كان يسكت يلا موقف هدي أي كبر التميان أرهن أو متكود أول عق بحيوي رادك يقول يستا يا العق تا قادر يوا خمار رك خمار كدتكو تد بدن بنصور بوحكة هيسن وحنا الآدي رنتي نوع ما هذا غنا مر لبعض سدا أي أن بانكو ودقاقيس حاجة مالية ديت iyo waxa ka socda saaxadda ay u waafajiyeen shariicada islaamka ee ilaahay waxaan ka baryay subhanahu wa ta'ala inuu inaga dhigo kuwa u hoggaansama sharciga ilaahay iyo nidaamka dawladnimada intaba waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala in ay bulshadu soo sheegi doonaan cidii arrinka noocaas oo kala ku jirta ee dhaqaale ku urursanaysa si aynu isaga kaashano حكا خبر شضع رمان نوع عصو كلا وما تنتهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركزتا ملكستا يو وقتكستا بدا عصو 24 تي في كلاس او ركو دنبي يا سومالي دا يا عالم كبا اس دحلقا اي دعيا بدا عصو 24 تي في سوكال وحا نغلسو عن كرتان برا هيغا بوشي دا سيدا فيسبوك يوتيوب يسوكال تويتر si aad u noqoto qof kugu horeeya ee daawada muuqaalada aan soo galno fadlan subscribe saar gambalaanka riix bartayda youtube sidoo kale like iyo follow ku dhufo bartayda aan ku leenahay page ka badda 24 tv waa weelka waxa aad tabaysay